السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر برنامجنا الوطني إنجازات وطني عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية. وضيفنا لهذه الحلقة سعادة رجل الأعمال المعروف السيد محمد العبسي، صاحب شركة صندوق القطن لتجارة الألبسة والقطنيات في ثغر وسط البلد الباسم. سيد محمد العبسي، مرحب فيك برنامجنا الوطني. بداية نحكي لك كل عام بخير بشهر رمضان الفضيل ومساء الخير. وانت بألف خير والشعب الأردني بخير، ونعاد على الأمة العربية والإسلامية بمليون خير إن شاء الله. آمين يا رب. سيد محمد العبسي، بداية أكيد أنت أشهر من أن تعرف في هذا القطاع، حابين نعرف السادة المشاهدين بداية عن حضرتك، تحدث عن حياتك العملية والمهنية قبل افتتاح هذه الشركة العريقة والمرموقة داخل ثغر وسط البلد الباس. أنا محمد العبسي، ممثل لشركة صندوق القطن لتجارة الألبسة. نعم. في وسط البلد. نعم، يعني سيد محمد العبسي، يعني تحدث الآن عن تأسيس هذه الشركة العريقة والمرموقة في وسط البلد، متى تأسست؟ تأسست هذه الشركة في عام 1994. نعم، نتحدث أيضا عن أبرز الخدمات، نتحدث أيضا عن التميز، عن العراقة، عن التاريخ، عن هذه الشركة، تفضل. نشاط شركتنا يقوم على استيراد الألبسة الداخلية والقطنيات وجهازات البيبي وكل المتعلقات بالأندروير كاملة. نعم. من A إلى Z. نعم، يعني نتحدث سيد محمد يعني عن كيف ترى إقبال المواطنين لهذه الشركة في وسط البلد؟ نحن لنا تاريخ، عمق تاريخي في وسط البلد. نعم. الحمد لله رب العالمين. عندنا كم زبائن ممتاز من الشمال إلى الجنوب. نعم. في وسط عمان وضواحيها، يعني مختلف أنحاء المملكة. أكيد مختلف أنحاء المملكة. نعم. نعم. استيراد هذه البضائع من الملبوسات من أين؟ نعم. في الوقت الحاضر نقوم باستيراد الألبسة من تركيا. نعم. ومن جمهورية الصين الشعبية. جميل. أكيد ذات جودة، ذات نخب أول نحكي من الوسط فما فوق. نعم. من الوسط فما فوق، يعني نحكي ذات جودة جيدة جدا وممتازة. وممتازة. نعم. أكيد أكيد، يعني حتى الأسعار بتناول يد الجميع. أكيد أكيد بمتناول يد الجميع. نعم. نعم، يعني سيد محمد كخبرتك ولك الباع الطويل في هذا القطاع، كيف ترى تطور هذا القطاع في الأردن؟ هل تواجه هنا أي مشاكل أو معوقات أو عقبات تواجه هذا القطاع؟ تطور هذا القطاع في الأردن بطيء جدا. شو السبب؟ أولا ارتفاع الرسوم الجمركية. نعم. ثانيا الضرائب العالية. ثالثا مؤسسة المواصفات والمقاييس. مؤسسة المواصفات والمقاييس. نعم نعم نعم. نتحدث عن أبرز هذه المشاكل بشكل عام. أبرز هذه المشاكل الجمرك بندفعه ما في مشكلة. نعم. هلا ابرز المشاكل التي تواجهنا المواصفات والمقاييس. نعم. من ضمنها قبل عام. نعم. عام ونصف كنت جالس في مكتبي. نعم. فتفاجأت بمحضر من المحكمة. نعم. قام بتبليغي ان هناك دعاوي مرفوعة علي من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس بدون انذار او بدون سابق انذار. ابدا بدون سابق انذار. نعم. وهذه الدعاوي مرفوعه في محافظه العقبه وانا اعمل في عمان. نعم. وسكان عمان. نعم. وكنت اذهب الى العقبه لاحضر الجلسات. نعم. فهذه من ضمن المشاكل التي واجهتنا. نعم. تقريبا 12 شهر ونحن نعمل فيها حل هذه المشكله. هل هي مشكلة شخصية أو مشكلة مع الشركة أو مشكلة عفوا يعني؟ لا، ليست مشكلة شخصية وإنما مشكلة مع الشركة والحمد لله رب العالمين. هل هي بالاستيراد يعني سيد؟ بالاستيراد. نعم. بالاستيراد والحمد لله كسبنا جميع القضايا التي تم رفعها علينا من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس. شو الرابط بين مؤسسة المواصفات والمقاييس وايضا نقابه تجار الالبسه؟ يعني هل نقابه تجار الالبسه المفروض تتعاون اكيد مع مثلا زي هيك مشكله؟ احنا بنحكي بشكل عام. بشكل عام اي سلعه تقوم باستيرادها يجب ان يكون هناك التركيبه. التركيب. نعم. التركيبه فرضا نسبه القطن كم. نعم.
نسبة البوليستر كم، نسبة النايلون كم. فهذا المواصفات هاي لازم تكون موجودة على جميع أنواع السلع التي تقوم باستيرادها. عرفت؟ في بعض الأحيان للشركة المصنعة نقول لهم الرجاء وضع المواصفات على جميع المنتجات التي يتم إرسالها لنا. نعم. الشركة بتتعاون معكم والمنشأ. نعم. والمنشأ. نعم. في بعض الأحيان الشركة تتعاون معنا والمواصفات تنطبع كاملة على المنتج. نعم. نتفاجأ في الأردن هون تروح على المواصفات والمقاييس راسبة. نعم. هون ندخل في مشاكل. هون نكون طلعنا البضاعة إحنا. ومن المذنب؟ الشركة المذنبة ليست أكيد التاجر. أكيد أكيد. نعم. يعني أخي الكريم إحنا هون في قطاعنا قطاع الألبسة قطاع صعب جدا جدا جدا. نعم. وركود عالمي. نعم. والوضع الاقتصادي في الأردن للمواطنين بشكل عام الظروف التي تمر فيها الأردن سيئة جدا، لأنه الأردن الآن مغلقة. أكيد. لا يوجد حدود معنا غير مع السعودية فقط، والناس تروح على العمرة وبترجع. نعم. يعني سيد محمد أنا بضم صوتي إلى صوتك بكل المواصفات أيضا والمقاييس بكلامك. يعني نقابة تجار الألبسة بغض النظر عن الظروف الاقتصادية والسياسية والعربية، نحكي إحنا بهذا المجال، ما بتتعاون معكم؟ تتعاون معنا، ولكن لا يوجد هناك صدى. سلطان علان بالنقابة، رئيس النقابة، نعم، دائما بكافح وبحارب مع التاجر. نعم. لإنجاح العمل. نعم. ولكن ما في صدى نهائيا، ردة فعل ما في. نعم. لا يوجد قرارات معينة مثلا؟ قرارات معينة في السابق. نعم. قامت دائرة الجمارك بتخفيض نسبة الجمارك على الألبسة. نعم. فحينما قاموا بتنزيل الرسوم الجمركية على الألبسة. نعم. مشي العجل للشغل. نعم. صحينا يعني ما لقينا غير قرار بعد فترة شهرين ثلاثة أربعة ماكس برفع الرسوم الجمركية، رجع وقف العجل. انخفضت المبيعات وانخفضت الاستيراد. نعم. نعم، لأنه أثر على السلعة. نعم. بالنهاية التاجر بده يربح. نعم. كلفوا هذا 10 دنانير بده يبيعه ب 11. جميل. يعني بينما كان في السابق الذي الصنف اللي بيكلف 10 دنانير كان يكلفه 8 دنانير يبيعه ب9. نعم. يعني سيد محمد العبسي، يعني لمين بتوجه هذه الرسالة؟ أكيد لحل هذه المشاكل والمعوقات. إحنا بنحكي النقابة موجودة لكن لا يوجد صدى، لا يوجد شيء ملموس. يعني مين بتحب توجه هذه الرسالة؟ أكيد هل لجلالة القادر على جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أكيد الله يخلينا ويحفظه. آمين. إن شاء الله صوتك يصل عبر هذه الشاشة. تفضل سيد محمد. بوجه صوتي أولا إلى وزير المالية. جميل. بتصويب أوضاع الضرائب، بتصويب أوضاع الجمارك، لأنه هو المسؤول عن هذه النقطة. مسؤول الأولي. المسؤول الأول عن هذه النقاط وزير المالية. نعم. وزير المالية. ثانيا مؤسسة المواصفات والمقاييس يجب أن تراعي أكيد ظروف المواطن. ظروف. نعم. التاجر. نعم. تراعي ظروف المواطن. نعم. وتنظر في عين الاعتبار أكيد. أكيد أكيد. جميل. يعني أنا بضم صوتي إلى صوتك، إن شاء الله صوتك وصل عبر شاشة قناة جوسات، وأنت أحد الممثلين في هذا القطاع في وسط البلد. يعني سيد محمد، حلت هذه المشاكل، ما هي الطموحات والرؤية المستقبلية لشركة صندوق القطن لتجارة الألبسة والقطنيات؟ الطموحات المستقبلية لشركتنا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إنه أول إشي نعمل معا على بناء الاقتصاد. نعم. في جميع القطاعات، وليس فقط في قطاع الألبسة، في جميع القطاعات. حينما يكون الاقتصاد جيد، وضع المواطن الاقتصادي جيد، تكون هناك رؤية مستقبلية وطموحات عالية. نعم. فأتمنى من الله عز وجل، وأتمنى من المسؤولين أن ينظروا بعين الاعتبار أن الوضع الأردن صعب، وضع المواطن الأردني صعب، دخل الفرد الأردني ضعيف قياسا مع مستوى المعيشة، والبطالة وأن أيضا موجودة. يراعوا هذا الموضوع. نعم. والبطالة، نسبة البطالة عالية جدا جدا جدا. نعم. بسبب تدني الرواتب وليس ثقافة العيب كما يذكرون. لا بسبب تدني الرواتب. نعم.
بسبب تدني الرواتب. يعني 200 دينار يمكن عزاب، يمكن نحكي، خلينا نحكي على مستوى عبر الشاشة، يمكن كدخان يمكن بده 150 دينار شهري، أو بده يعيل حاله حتى لحاله يمكن بده 120-130 دينار. يعني صدقا الرواتب في الأردن جدا متدنية، لا تتكافأ الرواتب مع الوضع المعيشي. للأسف أيضا وزارة العمل لازم تتعاون أكيد مع، يعني يجب أن يتغير القرار. إحنا بنقول من 18 سنين 12 سنة يمكن زاد 20 دينار أو 30 دينار. نعم. ما تغير هذا القرار، مستغرب كل قرار عندنا بالأردن حتى بيجي مجلس نواب ما بغيروا هذه القرارات للأسف. لا شيء جديد، لا شيء جديد. يعني إحنا قاعدين نتراجع، ما بنقتصد، يعني ما فيش اقتصاد نهائيا. نعم. ودائما أي دولة تنهض بالزراعة. نعم. والصناعة والتجارة. أكيد. وإحنا محاربين من ثلاث جهات، الصين، جمهورية الصين الشعبية أول ما نهضت بالزراعة. نعم. ثم الصناعة ثم التجارة. صحيح. ثاني أكبر اقتصاد بالعالم جمهورية الصين الشعبية. فنأمل من الله عز وجل أنه المسؤولين يراعوا ظروف البلد، ظروف المواطنين. أكيد إن شاء الله يصير في نقلة نوعية، يتساهلوا. نعم. مع الناس. نعم. يصير نقلة نوعية. نعم. في هذا الموضوع ننهض بالاقتصاد، ننهض بالاقتصاد والاستثمار. يعني سيد محمد إحنا موجود، يعني الحمد لله نعمة الأمن والأمان بفضل هذه القيادة الحكيمة، بفضل أيضا الجهات الأمنية حماة الوطن، وكلنا جنود لهذا الوطن. يعني سيد محمد لو قدر لك أن تقبلت مع جلالة الملك عبد الله الثاني الحسين، وأيضا في هذه المناسبتين كل عام لكل مشاهد في هذه الحلقة وبخير، يعني عيد الاستقلال وشهر رمضان المبارك، وأيضا على الأبواب عيد الفطر السعيد، ماذا تقول له عبر هذه الشاشة؟ أقول لجلالة سيدنا كل عام وأنت طيب، ونعاد على الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات. أمين رب. ثانيا أرجو النظر بعين الاعتبار في الوضع الاقتصادي للأردن. نعم. وضع الاقتصادي في الأردن جدا متدني، جدا جدا جدا، يعني متراجع بصورة مش طبيعية. نعم. صرنا زمان بنشتغل ومجال العمل يعني مفتوح للجميع. نعم. ولكن الأمور عم تتراجع بسرعة 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 عم تتراجع. أكيد أكيد، يعني إن شاء الله جلالة الملك أكيد الله يحفظه ويخلينا إياه، أكيد إن شاء الله بيصل صوتك عبر هذه الشاشة للجهات المعنية، وإن شاء الله يصير في تغيير واقتصاد ونهوض. أكيد يعني سيد محمد إحنا الآن قبل نهاية هذا اللقاء حابين نحدد للسادة المشاهدين موقع هذه الشركة، إذا لديكم صفحة على الويب سايت أو الفيسبوك لأي مواطن أكيد للتواصل أو استشارة أكيد عبر هذه الشاشة. والله إحنا يعني لساتنا شوي على الدقة القديمة زي ما بيحكوا معلم. نعم. عرفت علي. نعم. فإحنا محلنا بوسط البلد شارع الملك طلال دخلة عجاج مجمع ديرانية محل رقم 2. وفي نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة رجل الأعمال المعروف السيد محمد العبسي صاحب شركة صندوق القطن لتجارة الألبسة والقطنيات في ثغر وسط البلد الباسم، وهو أشهر من أن يعرف في هذا القطاع. سيد محمد شكرا جزيلا. شكرا سيد برهان، أشكركم جميعا، أشكر قناتكم.